السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ولا ابو العينين من قناة مختصون في التبريد المنزلي. الفيديو ده هيكون مهم لكل ست بيت، هيكون مهم الحفاظ على حياتها وعلى صحة اولادها وعلى صحة المحيطين بيها. الفيديو ده هيكون مهم للجماعة اللي بيسافروا لفترات طويلة ويتركوا البيت بتاعهم وبيجوا ما يكونوش عارفين الاكل موجود داخل التلاجة اكل صحي ولا مفيد ولا مش مفيد. لازم كل ست بيت او كل ربة اسرة تكون تعلم جيد اللي هي لازم تحافظ على صحتها وعلى صحة اولادها من المأكولات اللي هتسيبها في التلاجة الفترة الطويلة اللي هي سابت البيت فيها. ممكن اخواننا يسافروا مثلا يطلعوا المصيف لمدة اسبوع او اتنين ويرجعوا البيت بتاعهم ومش عارفين ان كان التلاجة مظبوطة في التجميد او لا، الاكل الموجود مظبوط ولا مش مظبوط، فيبدأ عندهم شك وعندهم معلومات بتشغل جوا بالهم مش عارفين الحاجة مظبوطة ولا لا. الفيديو ده بكل بساطة حتى لو ست البيت موجودة داخل البيت والتلاجة بتاعتها مش مظبوطة ممكن تبان لها هي مظبوطة ولا مش مظبوطة، سواء في كلتا الحالات، سواء هي بتطلع فترات طويلة برا البيت او موجودة داخل البيت. الفيديو ده هيكون مهم واحفظها على صحتك. هات لي كده الكوباية، الكوباية اللي في قلب التلاجة، بكوباية مية بسيطة هتحطيها جوه التلاجة. هات الكوباية، اي كوباية تكون شفاف وافضل هي تكون بلاستيك ما تكونش ازاز. انا حاطط كوباية المية، المية جمدت خلاص مظبوطة تمام التمام. هجيب انا جنيه واحطه على وش الكوباية زي ما هو باين قدامكم كده بالفيديو، وهرجع الكوباية تاني في قلب التلاجة في قلب الفريزر وهسيبها وهطلع السفر بتاعي رايح المصيف لمدة اسبوعين او ثلاثة، رايح مكان محدد لمدة اسبوعين او ثلاثة، وهرجع تاني بعد المدة اللي انا جيت فيها هبص لقيت الجنيه او العملة المعدنية ايا كانت او اي حاجة ممكن تحطيها في قلب التلاجة في قلب الكوباية، لو لقيته لسه على الوش زي ده في الشكل ده يبقى التلاجة بتاعتي مظبوطة مليون المية تمام التمام، ابدأ ان انا استخدم الاكل بتاعي وما اخافش منه. ده لو جيت ولقيت الجنيه العملة نزلت شوية لحد هنا بردك اكلي مظبوط تمام التمام، ابدأ ان انا استعمل المأكولات بتاعي داخل التلاجة وابدأ ان انا اطلع منها المأكولات واطبخها عادي مفيش مشكلة. ده لو لقيت العملة نزلت في النص يبقى انا عندي مشكلة داخل التلاجة. نخلي بالنا بقى يا جماعة، هنا بيقول لك مرحلة الخطر هتبدأ تبتدي معاك. لو انا عندي العملة، هات يا ابن الكوباية، لو انا عندي العملة بتاعتي جت هنا لحد النص هنا يبقى انا عندي مشكلة خطر داخل التلاجة، ولازم ولا بد ان انا اجيب فني يبص على التلاجة بتاعتي عشان هيكون في مشكلة. وبدأ الاكل بدأ يبقى له طعم وبدأ يتغير الطعم بتاعه وما يصحش. اما لو لقيت الكوباية العملة بتاعتي نزلت في قاع الكوباية على طول تلقائي لا نقاش فيها، كل المأكولات اللي داخل التلاجة اشيلها ارميها في الزبالة ولا تصلح ليها تستخدم استخدام ادمي ولا حتى استخدام حتى الحيوانات ايا كان، لان حصل عندي اللي التلاجة بتاعتي التلج اللي فيها فك ورجع جمد تاني. معنى اللي التلج بتاع الكوباية فك وجمد تاني معناها اصل المأكولات اللي عندي في قلب التلاجة كلها فكت ورجعت تشتغل تاني، فكت ورجعت تتجمد تاني. فابدأ انا استخدم الاكل بتاعي اطلعه واحطه في الطبيخ او اطبخه او استخدمه في الطهي، ممكن يعمل لي تسمم، ممكن يعمل لي فشل، ممكن يجيب لي امراض كتيرة وانا في غنى عنها، وابدأ ان انا احافظ على صحتي وعلى صحة اولادي اللي حواليا. واهم حاجة يا جماعة ان انا احافظ على صحتي وعلى صحة اولادي. اذا عندي بكوباية بسيطة باختبار بسيط، بصوا يعتبر اقل اختبار ممكن اعمله داخل البيت عن طريق كوباية، وافضل هي تكون كوباية بلاستيك يا جماعة عشان ما تنفجرش مني وتبوظ الازاز ينزل في قلب الفريزر، وكمان اضمن ان انا اجي مطمن على حاجتي داخل البيت. عملة
معدنيه، انا ممكن واحد يقول لي ما عنديش الجنيه، اي حديده ايا كانت اي شكل ايا كان، عمله معدنيه احطها على وش الكوبايه بعد ما الاكل بعد ما الكوبايه تتجمد، واسيبها داخل الفريزر واطلع السفر بتاعي او المده اللي انا هغيبها عن البيت واشوف الحاجه عامله ازاي، واما ارجع ان شاء الله لو لقيت العمله زي ما هي واقفه على وش التل على وش الكوبايه زي ما هي، اضمن 1000000% اللي تلاجتي مظبوطه، مأكولاتي داخل التلاجه مظبوطه، ما عنديش اي حاجه خالص داخل التلاجه، كله مظبوط. بعدين لو انا جيت زي ما قلت لكم العمله المعدنيه، لو انا جيت ولقيتها في نص الكوبايه خلاص عادي مفيش مشكله، ممكن طبيعي عادي مفيش مشكله اشتغل على الثلاجه عادي، لو لقيتها في نص الكوبايه ابدا اخلي بالي الثلاجه بتاعتي مش مظبوطه ولازم اجيب فني يبص على الثلاجه بتاعتي. اما لو لقيت العمله بتاعتي في قاع الكوبايه 1000000% الثلاجه عندي فيها مشكله، ممكن تكون الكهرباء قطعت مده طويله، عشان برضك ما تقولش الثلاجه بتاعتك مش مظبوطه، ممكن تكون الكهرباء قطعت مده طويله جدا والحاجة اللي فيها المأكولات اللي فيها ساحت فكت من التلج اللي فيها ورجعت الكهرباء اشتغلت تاني فالمأكولات جمدت، فانت لما هتاجي من بره هتشيل ان كان لحوم ولا اسماك وهتشيلها وهتحطها في قلب قلب الطبيخ وهتطبخ في قلب الطهي وهتطيها تاني وتطبخها، ممكن لا قدر الله يكون فيها تسمم مأكولات ولا حاجة تأذيك وتأذي صحة اولادك. فيا جماعة نخلي بالنا صحتنا مهمة 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 مهمة. كوباية أبسط ما فيها هتحمي صحتنا من على أمراض، هتحمي صحتنا من أشياء كتيرة، حتى لما هناجي اطمنا المأكولات بتاعتنا داخل التلاجة مأكولات صحية 100% مظبوطة بجنيه واحد تقدر تحافظ على صحة أولادك. بجنيه واحد تعرف تشتري صحتك. في مثل قال الصحة بتبدأ من البيت، الصحة بتبدأ من البيت، من النظافة الشخصية، من نظافة المأكولات، من الطهي المظبوط، واحنا بنبتدي معاكم بداية عشان كل ربة منزل او كل ربة بيت بجنيه واحد هتقدر تحدد تلاجتك مظبوطة ولا مش مظبوطة. بجنيه واحد لو انت بتسافر مدة طويلة بعيد عن البيت تقدر تاجي وتضمن ان الاكل انت بتطلعه من داخل التلاجة اكل مظبوط 1000000%، ليس فيه اي شيء يتعبك او يأذيك او يأذي اولادك او يأذي بيتك او يأذي نفسك. كوباية مية تكون جمدت، عملة معدنية ايا كانت العملة المعدنية احطها على الوش، انتهى العمل واسيبها داخل التلاجة واسافر وارجع بيتي وانا مطمن. اتمنى ان الفيديو يكون بسيط، فيديو لكل رب بيت، فيديو لكل اللي عاوزه تحافظ على صحتها وعلى صحه اولادها، فيديو لكل واحده تشوفه او كل ست او كل ام او كل اخت او كل بنت تتعلم تحافظ على صحتها وعلى صحه اولادها. تحياتي لكم جميعا، مهندس وليد ابو العنين معاكم من قناه مختصون في التبريد المنزلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.